المنطقة اللي أنا موجودة فيها منطقة حدودية، ممكن في أي لحظة تعرض لإطلاق نار. وقبل ذلك إنه في يوم من الأيام تم إطلاق بشكل مباشر، حاولت إني أترك العمل وأعود إلى المنزل. أخذت المهنة من والدي الشهيد اللي استشهد في عام 2006. طبعاً أنا حبيت أن أكمل مسيرة والدي في تربية النحل، وطبعاً الحلم تحقق في العام 2018.